بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا سحبت روسيا مرتزقة سوريين إلى أوكرانيا ولم تسحب الفاغنر؟ وما دليل؟ أو يفترض أن الفاغنر بلادهم تقاتل، دولهم تقاتل، مواطنيهم يقاتلوا، ويفترض أنهم أولى أن يذهبوا إلى أوكرانيا من السوريين. ما يدل على الآتي أن الاستراتيجيات ومخططات وبقاء الروس يعني موضوع استراتيجي بالنسبة لليبيا ولأفريقيا بالتأكيد. وشكرا لابن الوطن ما شاء الله اللي عنده مصلحة مصر أهم من مصلحة ليبيا، والذي آتى لنا جانا ما شاء الله بالروس حتى يومنا هذا، وما زلنا العالم كله حاصل فيه في هذه القضية. القوات السورية مرة أخرى، جولان أقرب لها يعني من أوكرانيا، وأيضا القوات الإماراتية الجزر متاع الإمارات أقرب لها أيضا من ليبيا، والسودان قواتها مطرشة في اليمن وفي ليبيا، هي أيضا مزقت بلادها، الأولى بها أن تحمي بلادها. وفيها سيدة مذيعة في الجزيرة حقيقة نشرت منشور رائع جدا يقول أن القوات المصرية تحاصر غزة، القوات المصرية تحاصر وتضايق غزة وتتابع في حماس وما إليها، بينما القوات الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية تزود في إثيوبيا بصواريخ مضادة لكذا للدفاع عن سد النهضة ضد مصر إذا فكرت في كذا. فحقيقة مشهد غريب جدا جدا جدا، مشهد لا يمكن استيعابه إلا بضرورة تغيير كل هذه الحكومة. ليست حكومة فقط، هي عقليات، نحن نعاني من عقلية، نعاني من منهجية تفكير غريبة جدا جدا، له في على العربي أعلاما ممزقة وراءها من كل طبال وزمار. إن الشعوب إذا ضلت حقيقتها أمسى بها العبد نخاسا لأحرار. حقيقة هذا مرحلة انحطاط لا أول لها ولا آخر. أيضا هناك تواتر أن خليفة بيدز ليبيين يقاتلوا في أوكرانيا، شباب يعني في شوي شباب ما زال ما كملوش ما شاء الله، يبي يبعثهم غادي يساعدوا الروس، لأن روسيا في حاجة إلى من يساعدها في القتال مع أوكرانيا. أنا مش عارف الليبيين اللي قصدهم خليفة، هل هم الليبيين اللي قال بيجيب المليون وانظر كم بيجيب ونستوطنهم في ليبيا، بياخذ منهم مقاتلين لأوكرانيا، والله بياخذ من باقي الشباب اللي ردي موجودين في ليبيا. إن أراد أن يرسل صحيح فليرسل من هذكم اللي ما زالوا قاعدين في الدول الأخرى اللي بيجيبهم لنا هنا، وإلا شبابنا فقط هم من يجب أن يعرضوا للموت. في صحيفة البراكتيكالو نشرت مقال يقول ICC award against Libya enforced as a duty of full and the frank disclosure not breached English commercial court. هذه نفس المقال متاع 16 مليون جنيه استرليني، 16 مليون جنيه استرليني ليبيا تحاول تحصل عليهن تعيدهن، لكن يبدو أن هناك قرار محكمة فقدتهن ليبيا ضد الجنرال دايناميك، ضد الجنرال دايموند. رفضت المحكمة التجارية الإنجليزية طلب ليبيا بإلغاء هذا القرار، لكن مرة أخرى أشرنا إلى هناك عشرات القضايا وهناك مليار الله في كل قضية، ملايين الله سبحانه وتعالى، لابد من البحث عن آلية معينة لحماية أموالنا هنا وهناك. نعود إلى هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. المونيتور نشرت مقال يقول Three challenging scenarios for Turkey in Libya. سيناريوهات صعبة لتركيا في ليبيا، قد تواجه تركيا خيارات صعبة في ليبيا ما لم يتلحم الصراع، حل الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين. نحن والله ما عندنا حكومتين متنافسات، نحن عندنا حكومة واحدة موجودة جاءت بعد الحكومة المؤقتة السابقة متاع السراج، ومستمرين في برنامج انتخابات ما شاء الله، جزاه الله خير البرلمان طلع لنا هالمصيبة هذه السوداء، حكومة موازية في وقت شبه استقرار إلى حد ما، في نوع من الاستقرار، ما فيش مشاكل، بدأت الكثير من المشاكل تحل، وبدأ هذا الأخ حبيبة يركز على قضايا اجتماعية، ممتاز، لقى قبول
لقى قبول اجتماعي يا سيدي على الأقل ما تقول السياسي، وما فيش حروب وسيولة وجدت ومش عارف المدارس ماشية والجامعات والحياة. لا طلع لهم حكومة أخرى، شوف البرلمان، شوف كل ما ليبيا تستقر يطلع بفالطة. كملت هيئة الدستور، الدستور طلع لها انظر شنو هو 60,000 عائق أمامه. خليفة بدير لم يكن مشرع على الإطلاق، كانت عملية منطلقة كميليشيات وإرهابيين، شرع ودار قائد ودار عملية الكرامة الشرعية. يعني يا سبحان الله، هل هذا برلمان ليبي حقيقة؟ والله لا أدري يا جماعة، ما نعرفش. يعني بصرف النظر عن تصرفات الأفراد، كما تقول عقيلة في البرلمان المصري قال نبي الجيش المصري خش، والله مش عارف الواحد قال ما تقولوش بسم الله الرحمن الرحيم في أول بداية البرلمان على فكرة، قال خلاص كثرته بسم الله الرحمن الرحيم، ردت عليه سيدة من داخل البرلمان. يعني واحد يقول نكبة فبراير وهو من داخل البرلمان، مصايب فلايد. كل ما تصير لنا نوع من الاستقرار النسبي البسيط الناس تتنفس، يدروا لك خزوك كيف هذا الخزوك. ما عندناش إحنا حكومتين متنفسات، هذا بدأ الموضوع بعد ما لا بنختاره. وتعالوا، وأعود إلى النقطة أخرى اللي كررتها قلقت بها المشاهد الكريم، البرلمان مش من حقه يرشح رئيس وزراء، جهات أخرى ترشح وهو يعطي الثقة يا ما يعطيش. لكن اللي صار كله خطأ وبالتالي غير قانوني على الإطلاق، لكن مش هذه اللقطة. اللقطة ليش دائما تصرفات البرلمان يعائق في الوطن؟ يعني خليه يا سيدي، خليه سي عبد الحميد أضاهي 5-6 شهور وتعالوا كلكم خشوا انتخابات. وبالتالي لكن القضية يبدو أعمق من مجرد أن يبدو حكومة موازية، القضية يبدو حرب. هناك جهة ما تريد أن تستولب القوة، وبالتالي لابد من إيجاد مبرر للصدام، لابد من إيجاد مبرر للحروب. وكيف نبرر الحروب أو الصدام أو العرايك؟ بهذه الفتن، بهذه الفتن، صراع تنافس بين الحكومتين، هناك الحكومة هذيك وهذيك الحكومة، حكومة قوات حفتر تقتحم مقر الحكومة الوحدة الوطنية، مش عارف بشاغة صرح قال حتى كانت بيبة قاعد أنا نجي ونشتغل من البيضة ولا من طرابلس. إيه ما هذه الفتن؟ يعني ليش يا برلمانك؟ مش أنت السبب؟ مش أنت السبب أصلا في إفشال الانتخابات السابقة اللي مفروض في 24 ديسمبر؟ أنت السبب، لأن القرارات اللي طلعتها وقوانين الانتخابات أصلا قوانين أنت عارف استغفر الله حتى القطاطيس والكلاب والنيحة يرفضنها، واضح جدا. فصلت على جهة معينة، على شخص معين، على فئة معينة، تعرف تعرف علم اليقين أنها سترفض وتسبب فتن. سبب الفتن ولا لا؟ واحدين يبوها واحدين ما يبوهاش، الحكومة الجديدة واحدين يبوها ما يحبوهاش. ليش يا راجل؟ ليش يا عالم؟ كجسم مخاطبك، كجسم واحد، أنت تمثل مصالح الشعب، لا تمثل مصالح دول ولا تمثل مصالح أنفسكم. أنتم تمثلون مصلحة الوطن، ومصلحة الوطن دائما دائما في السياسة 1+1 في السياسة استقرار الوطن والمواطن، مش فتن كأنكم عدو يا راجل، أعداء للوطن. أنتم مش برلمان لنا، بصرف النظر عن بعض الإخوة اللي يحاولوا، لا يجوز هذا، ما يجوز. نحن مستقرين شوية يا سيدي، ما بندينا نتنفس ولا دير حكومة أخرى، والصادم وأرتال ودبابات ومدرعات ومدر شنو. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني عن غباء، عن 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 خيانة، عن عمل سوى سوى النتيجة على الوطن واحدة. فأنتم لابد أن تزالوا لهذا السبب، بصرف النظر عن هذا كله، حتى لابد أن ترحلوا يا أخي، لابد أن ترحلوا أنتم والمجلس الدولة كلكم بصراحة، كلكم يعني فشلتم فشل ذريع جدا 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 جدا، عار بصراحة، فشل يحشم، فشل يحشم جدا جدا. فيقول لك قد تواجه تركيا خيارات صعبة في ليبيا، من أي ناحية؟ ما لم يتم حل الصراع على السلطة بين الحكومتين. ما سبحان الله، ما كانش عندنا حكومتين شهرين فاتت، أوكي. بما في ذلك تقول أن تركيا عندها خيار التدخل العسكري، أمتى تتدخل تركيا عسكريا حسب المقال طبعا. إذا حاول رئيس الوزراء المدعوم من الشرق دخول طرابلس بالقوة، أوكي، أو أتكون حجة واهية، يدفوا مركب لميليشيا، يدفوا مركب القوة معينة، خش بالقوة تضربها القوة الثانية، خلاص فتحوا الباب لحرب. الله أعلم يجيبوا لك قوة أمنين. هل هناك تهيئة للحرب أصلا؟ واستخدام كل هالقصة هذه متاع الحكومة الموازية ومتاع فتحي بشاغة، حتى فتحي بشاغة ما يدري عليها، هي تهيئة لحرب، لمعركة أخرى، للدخول بالقوة إلى طرابلس. الصراع بين دبيب وبشاغة غير صحيح، يعني قد يلعب يدفع تركيا إلى لعب دور حازم قوي في هذا الوضع، أو متساهل منفتح. تركيا منزعجة يقول المقال أن تركيا منزعجة من تحالف بشاغة مع حفتر، وهو تحالف للإطاحة بمن
سبحان الله بدبيبة. أوكي، وشوفوا الملاحظة اللي عرفها المشاهد الكريم، الملاحظة اللي عرفها المشاهد الكريم جدا جدا جدا. جميع شخصيات المنطقة الغربية، الكيب، الأويد، السراج، الدبيبة، كلها حولت، كلها خرجت من المشهد السياسي، قصدي لعند السراج، والآن طلع دبيبة. أي واحد يجي منحرف شوية عن طموحات الكينج الكوين اللي استغفر الله العظيم الصنم الإمارات ومصر، أي حتى منحرف قليلك لابد من إزالته عند هذه القوة، ودروا له مشاكل ودروا له كذا. فمش عارف، شخصيات المنطقة الشرقية ثابتة، عقيلة وخليفة والنظوري والشيخ ونفس الوجوه اللي تسمعوا فيه، ما تغيروش من زمان. نحن أنا كل يجي يقعد سنة سنتين شهر شهرين طرب يحول. بالصرف النظر عن كل مدارات حكومة السراج، كان هو المنتصر، هو انتصر عندما كان هناك هجوم على طرابلس. وين السراج؟ حول من المشهد السياسي، وخليفة قاعد المهزوم. لابد من نهضة قوية، قفزة قوية لوعي عام. إذن تركيا دعمت بشاغة أثناء الحرب، لكن حكومة بشاغة الآن شنو تخوف وتحسس تركيا من بشاغة؟ أنها تحت نفوذ خليفة وعقيلة الصالح، وأن ذهاب دبيبة، خروج دبيبة من المشهد السياسي لن يخدم تركيا، لأنه يبدو أن هناك اتفاقيات، أن هناك عقود، أن هناك وعود من دبيبة لتركيا. إذا مشى دبيبة مش حيصير منهم طبعا. لكن التواجد العسكري، يقول المقال، التركي الاستخباراتي والدبلوماسي والعسكري، وجودها يحدث في توازن إذا ما فكر الطرف الثاني في عملية عسكرية. وهذا التواجد التركي أحدث هذا التواجد التركي يدير توازن قوى في المنطقة. وهكذا تركيا أيضا سعت إلى التواصل مع الجهات الشرقية في محاولة لإذابة الجليد، يقول المقال، مع القوات التي حاربت حلفائها الليبيين. حاولت تركيا أنها تذيب الجليد مع القوات اللي في المنطقة الشرقية ومع القوى السياسية في المنطقة الشرقية. حاولت، تعرفوا المحاولة، خلال زار تقريبا السفير التركي زار المنطقة الشرقية، لكن تعثر السعي لذلك. ليش تعثر؟ بعد ما اختار البرلمان، يعني كانت تركيا تحاول أنها بتزيل الجليد، بتديركي معادلة تضم الجميع وما إليه. طبعا طربقها، خربها البرلمان بحكاية الحكومة الجديدة وترشيح مالي، على اعتبار أن حكومة دبيبة انتهى في 24 سبعة. كل هالفتن وهالمدرعات وهالأرتال وهالخوف من الحرب وكل هالحكومة الجديدة، يفترض وجاءت على ألسنة نخب، يفترض أنهم فبراريين عشان دبيبة ما درش انتخابات في 24 ديسمبر. معقولة هالدقة؟ سبحان الله، وشيء غير قانوني. يعني هو باهي ومحكمة دستورية مش قالت البرلمان غير قانوني، مش 160,000 حاجة ضد القانون حدثت، ضد القانون اللي بيعند. وهكذا كذلك يقول المقال، يعتقد أن مواقف أمريكا وتركيا ستكون حاسمة وحازمة في تغيير ميزان القوى. بشاغة وافق على الوساطة، الوساطة التركية، بشاغة وافق، ودبيبة تحفظوا عند الحق. لماذا؟ لماذا؟ في نقطة مهمة جدا 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 أعتقد أشرت إليها الحلقة السابقة. التعامل مع بشاغة معناها لإدارة البرلمان صح، الاعتراف مع في بشاغة، سواء بشاغة والله موسى والله عيسى، يعني ما دار البرلمان صحيح وهو غير صحيح. لما التعامل مع إجراءات البرلمان، اعترفت بإجراءاتها، لكن هو يفترض لا يعترف بها. إن شاء الله يرشحني أنا، إن شاء الله يرشح له. كل هذه أشياء لا قانونية، ولا لا أعتقد أن بشاغة يستطيع تجاوز. على كل حال، لا أعتقد على الإطلاق، حتى لو جاء عبد الحميد وبشاغة وجلسوا، ربما عبد الحميد عنده فراغ أو مساحة أكثر حرية. الطرف الثاني سواء بشاغة أو غيره، بسبب الطريقة اللي جاء بها، لا عنده سقف معين لا يستطيع أن يتجاوزه. حتى لو بيحدث تفاهم وبيحدث صفقات وبيحدث اتفاقات بين رئيس الوزراء الجديد وبين عبد الحميد، عبد الحميد يستطيع أن يرفع سقف موافقته وعدم موافقته، لكن فتحي ما يقدرش. لماذا؟ لأنه محاصر أو داخل ضمن إطار خليفة وعقيلة والبرلمان وما إليه، وما يخالف طموحات بعض الناس. تركيا حذرة الآن، لأن روسيا ومصر ما زالت تريد إخراج تركيا من ليبيا. روسيا ومصر ما زالت مصرين على إخراج تركيا من ليبيا، وهي حريصة جدا وعندها مصالح قوية، وتدخلت تريد وخسرت قضايا كثيرة جدا. The Washington Institute نشر مقال يقول: Can Turkey and the United Arab Emirates help break Libya's
جود لك. هل تستطيع تركيا والإمارات المساعدة في كسر الجمود في ليبيا؟ يعني يا سلام على الإمارات والله العظيم. أحسن حاجة الإمارات كانت بتساعد ليبيا تحل عن سمانة وتعوض يعني ب 600 إلى 700 مليار دولار تعطيها لليبيين بسبب الأرواح، هذا التعويض المادي فقط، بالإضافة إلى المحاكمات. لابد أن يدمر نظامك. أنت نظام دمرت اليمن والليبيين وخششت وقتلت وغر شباب الكلية، شباب الكلية العسكرية. يكفي أن المحكمة الجنائية الدولية يعني يكفي أن تغزى الأمارات، أقسم بالله العظيم. مجرد حادثة الكلية العسكرية مفروض تغزى أنت بجيوش. أنتم يعني شيء غريب جدا، وما زالت بتخش في ليبيا ولا بعد الشيطان تقول في مقال آخر جاي الليلة إن شاء الله كان وصلنا فيه، لا ومعلش وأنا حريصة جدا على الوحدة الوطنية الليبية والكذا. أنتم مجرمون، ولن بإذن الله سبحانه وتعالى لن تفلتوا من أي حاجة درتوها الآن بعد 10 سنين، بعد 50 سنة. وراكم الليبيين بإذن الله سبحانه وتعالى، وراكم إلى أن تدفع الثمن، مش ماديا فقط. Can Turkey and the United Arab help break Libya's deadlock؟ هل تستطيع تركيا والإمارات المساعدة في كسر الجمود؟ عشان التقارب التركي الإماراتي خفف صحيح من الضغط الخارجي، ربما لأنهم اقتربوا تركيا والإمارات لأسباب أخرى ولا لا، ربما ما تقعدش تدخل الإمارات بنفس الشكل اللي كانت به في السابق. تحديد وقت توافقي للانتخابات يقول المقال صعب أو جدول زمني، لكن تحسن علاقات مؤخرا بين أنقرة وأبو ظبي يزيل عائق خارجي كثيرا. كان عاد احنا السنة اللي فات معلش يلا الحمد لله توا أصحابه توا يساعدوا في الموضوع وكذا. وسلسل المقال جاب المشاكل الليبية الرئيسية اللي هي نتفق معه، وأنتم بالتأكيد المشاهد الكريم لعله يتفق أيضا مع ما ذكره المقال من مشاكل رئيسية تواجه ليبيا. يقول التلاعب بثروة البلاد، عدم القدرة على إصلاح جذري في القطاع الأمني، التدخل السياسي والعسكري من قبل قوات الخارجية أو الجهات الخارجية، فشل الليبيون في التواصل إلى مسار جديد للمضي قدما. يعني أغلب هذه المشاكل حقيقية نعاني منها، بعضها من قوة خارجية وبعضها من أخوتنا الليبيين، خاصة اللي 180 درجة تلقاه هيك وبعدين تلقاه نازل وبعدها تلقاه ماشي على اليمين بعدها اليسار، لخبط روحه ولخبط الشباب وضيع البوصلة. لأن الإنسان اللي بلا مبادئ كواحد ماشي في البحر من غير بوصلة ومن غير اتجاهات ومن غير خريطة ومن غير كذا، جي مرة هيك ومرة هيك ومرة، أو في الصحراء بروحك من غير بوصلة. المبادئ بوصلة، بوصلة. والحبيب صلى الله عليه وسلم والأنبياء الكرام والأبطال واللي غير التاريخ واللي خدموا شعوبهم جميعهم مسلمين وغير مسلمين كانت عندهم مبادئ. أحد الزملاء انهدرج له في نفس اللقطة أمس والله ولا أمس قال لي حتى المجرمين لهم مبادئ، وصحيح حتى الطغاة والمجرمين لهم مبادئ ثابتين عليها. لكن للأسف الشديد بعض الناس من أبنائنا ومن نعتقد فيهم الخير وكذا فجأة يقفز لك كالجراد، كيف الجراد أو كيف الضفدع، مرة بدون أن يدري بدون كذا. وهؤلاء يعني حقيقة لخبطونا ولخبطوا الشباب ولخبطوا الوطن، لكن لن يؤثروا فيه على الإطلاق، لأن هذا سنن الكون دائما يطلع هذه المجموعة، لا تخذلنا على الإطلاق بإذن الله. وجود حكومة منافسة يهدد بانقسام البلاد، فشكرا بارك الله فيه الأخ البرلمان. يعني بهذه الحكومة يعني اندلاع العنف والتقسيم، عودة الثغر النغمة من جديدة، وعاود العنف وعاود المدرعات والدبابات وأصوات الطائرات بسبب هذه اللقطة السخيفة. لا والله ما درتش انت انتخاب 24 سنة مدروا لك حكومة جديدة. هذا البرلمان لابد أن يحاكم، لابد أن يحاكم. هناك يقول المقال أن في ومضة أمل في المحاولة اللي تدير فيها مس ويليامز، اللي هي محاولة ترقيع وعدم العنف، ونأمل ذلك، نأمل. MEED اللي هي ميدل ايست بزنس انتليجنس نشرت مقال قالت فيه ليبيا اويل برودكشن رايزز، ارتفاع انتاج النفط الليبي. ميدل ايست بزنس انتليجنس معلومات تقول، او وزير النفط يقول ان الانتاج ارتفع الى 1,233,000 برميل يوميا. نحن من 60 نصدر في النفط إلى الآن قديش؟ 60-50 سنة. أعطني إنتاج النفط 3 أيام، 3 أيام من إنتاج النفط أعطوها لي وشوفوا مدارسكم وجامعاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ادخلوا زوروا أغلب مدارسنا وجامعاتنا،
مكسرة محطمة دائما ندعو عليها لأنها عايشينها. اشتغلت في أكثر من مؤسسة تعليمية، في أكثر من مدرسة، نمشي نزور في مدارس يزوروا فيه، وانتوا أدرى بحالة تلاميذنا، أجيالنا، مستقبلنا، مرآتنا في المستقبل، في حالة ناظر المستقبل، ضابط المستقبل، جندي المستقبل، رئيس المستقبل، رئيس وزراء المستقبل، طبيب المستقبل، مهندس المستقبل، معلم المستقبل. شوفوهم من أين يتعلموا. 1,233,000 في اليوم، وشوفوا السعر هذه الأيام تجاوز $100، ربما دخل يومين ثلاثة فقط، مش دخل 60 سنة. يرتفع بالتعليم على الأقل، أتحدث عن البنية التحتية، القضايا الأخرى، المناهج والتعليم لها جوانب أخرى. فاتقوا الله في الوطن، أما ملايين الله سبحانه وتعالى وين مطردش هذه، وين ماشي هذه؟ وهكذا أمر حقيقة يصيب الإنسان بالمرارة والغموض والتعجب أيضا، والتعجب شيء غريب جدا جدا هذا الذي حدث. الله سبحانه وتعالى أعطانا النعمة، يبدو أن نحن رفسينها أو ما نشعر فيك كبير، لابد من وزارة التخطيط. وزارة التخطيط من الدمنقلات الأذكياء الفطاحة الليبيين في جميع الجوانب، يدوروا وزارة معينة، وزارة التخطيط، ويخططوا لهذه البلد. أو أن التعليم على الأقل، دعوني أتحدث، بالتأكيد الصحة حيتحدثها، الصحة والزراعة. أتحدث عن التعليم كطالب، كنت طالب طول عمري والآن معلم. الآن بالنسبة للتعليم خلوهم تابع الدولة مباشرة، وزير التعليم ورئيس الوزراء 24 ساعة مع بعضهم لمدة 6 شهور بس، وعطوه ميزانية خاصة، عطوه مليارات الله سبحانه وتعالى، 50 مليار، 100 مليار فقط للتعليم اللي بتحتي، حطوها في ميزانية خاصة استثنائية، ميزانية طوارئ، وأرفعوا بهن التعليم. وأيضا نفس الشيء بعدين للصحة، وبعدين ترتفع الوطن، وبعدها الباقي اللي بيسرق يسرق، على الأقل عندنا وطن وعندنا أمور أخرى. الميدل إيست آي، هذيك اللي بدري ميدل إيست، هذه ميدل إيست آي نشر مقال مانشستر بامبنج إنكويرينج M15 accused of obfuscation and cover up. هذه قضية الشاب العبيدي سلمان تقريبا، العبيدي فجر روحه في حفلة متاع أغاني، وكان عمره في ذلك الوقت 22 سنة، وقتل 22 واحد وانجرحوا والله أعلم قديش، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه من المناهج، من مناهجنا اللي يقول لك حول آيات الجهاد وحول آيات القتال من المناهج. بالعكس، خليهن باش نقروهم احنا ما هو، ماذا معنى الجهاد، شن معنى الكذا، نعطوهم الإسلام الحقيقي لجبريل الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي يمنع هذه الأشياء، قتل الأبرياء. لكن حولن الآيات هذه، يجي واحد تاني يشرح له بطريقة ضيعة. لو كان هذا الشاب مؤسس في الإعدادي وفي الثانوي، متأصلة عنده عظمة الإسلام وقيم الإسلام، ما يضحكش عليه واحد هبل يقول له حط قنبلة وفجر روحك وقتل وحدين، وشنو له بالد؟ ما علاقة هذا برسالة الرحمة ورسالة الإسلام؟ على كل حال، في تحقيق جديد فتح في القضية، الشاب هذا فجر روحه، خوه انحبس تقريبا، حكم عليه ب55 سنة، خوهم اللي أكبر منه، الأخ اللي أكبر منه لا إله الله، ما لم يتعرض للتحقيق، خرج من بريطانيا لما طلبوه للتحقيق. التهمة موجهة لمن؟ التهمة الجديدة موجهة للمخابرات البريطانية، M15 هذه هي المخابرات البريطانية وجهتها لأهالي الضحايا تهمة. فالM15 هذه المخابرات البريطانية اتهموها أهالي الضحايا اللي ماتوا في التفجير هذا 22، اتهموها بأنك أنت مسكتي معلومات لم تشارك بها مكافحة الإرهاب البريطانية، شديتي معلومات مهمة عن اللي فجر، قالوا لك هذا، أنت اكتشفتي أن هذا الشاب قبل أن يفجر نفسه التابعي فيه أنه هو مصدر تهديد، وربما يكون مصدر تهديد للبريطانيين، هذه المعلومة ما أعطيتهاش لمكافحة الإرهاب البريطاني، وبالتالي بنحكموك حتى أنت بننقدوك كذا. هذه القضية فتحت من جديد، مش عارف عشان يصير فيها، يحاكموا الاستخبارات ما يحكموهاش، ما نعرفش. أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة لقطة بسيطة سريعة بإذن الله في ثواني، اللي هي سمعت 100 مدرعة جاية ننظر من الميليشيا ولا خذا خليفة، 100 مدرعة من الأردن. يا عالم حرام عليكم، أتقوا الذي خلق السماوات والأرض. 3-4 مدرعات يبنى المستشفى ثمنهن. وبعدين يا أخ الأردن بارك الله فيك، متى أذوك الشعب الليبي؟ متى أذى الشعب الليبي الأردن؟ تبعثنا في أسلحة مدمرات ومدرعات في وقت حروب، وقت انقسام، وقت توتر بيننا كليبيين. يا راجل امشي قدامك هاي للضفة الغربية، هالمية مدرعة حرر بها أرضك،
شد زلنا في الموت وفي القتل ومسمي روحك ملك ما ملك، ولما تمشي يدولك في سطح احمر ويحترموا فيك، انت مفروض تحاكم مجرمين هذم، انتم جميعا مجرمون من اولكم لعقابكم. واحد بيقول نديروا تحالف في السعوديه بنحارب الارهاب في ليبيا، واحد يدز في مدرعات وطيارات ونعرف للليبيين، مصر مش عارف ايش تب البترول الليبي، مش عارف الامارات حي سفينه تفشخ، ما انت يعني اقسم برب العزه ما تحت، انتم مجرمين، مجرمين بمعنى الكلمه. نعود باذن الله، وبعدين ثمن هالمئة مدرعه هذين حتى الليبيين الاخوه الليبيين كان شروها من اي جهه، ابنوا بها وطنكم واخنوا بها الناس وابنوا بلادكم بالاهبال، يضحكوا عليكم يبيعوا لكم في الموت وانتم تبيعوا لهم في البترول وتبيعوا لهم في الذهب وترحبوا بهم. الليبيين لم يؤذوا احد والجميع اذانا هذه المره، نتحدث عن هذا الموضوع في مره قادمه باذن الله سبحانه وتعالى. اشار الي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقه، نكمل باذن الله حديثنا عن بلادنا في حلقاتنا القادمة كما أشارت إليه الصحف العالمية ومنابر الإعلام العالمي. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.